حبعتكن مع إيت سمارت، واليوم موضوعنا عن التغذية الصحية عند تقدم الرجال بالعمر مع نتالي ياغي. صباح الخير نتالي. صباح الخير. كيفك اليوم؟ صباح وانت. أكيد لازم يغيروا نمط عيشتهم أو أكثر شيء التغذية كمان. لما الواحد بيتقدم بالعمر لازم يزيد قصص ينقص قصص. هلا عادة السيدات والرجال بحاجة لتحسين نظامهم الغذائي. هلا في أشخاص يمكن عم بياكلوا كتير منيح منهم بحاجة إنه يحسنوا نظامهم الغذائي، بس وقت اللي نطلع على نسبة الإصابة ببعض أنواع من الأمراض بنلاقي إنه في سوء التغذية، في عوامل اكيد ما فينا نحن نتحكم فيها مثل الوراثه، مثل عده يعني عوامل، بس كمان نظام حياتنا نحن فينا نتحكم فيه، وفي كثير عوامل خطر بتاثر على السيدات وعلى الرجال نحن فينا نغيرها وبالعكس نتفاديها. وقت اللي نحكي عن صحة الرجال، أول شغلة بنفكر فيها هي أمراض القلب والشرايين، لأنه نسبة الإصابة بأمراض القلب والشرايين أكثر عند الرجال، بيتعرضوا لها الرجال أكثر من السيدات. وقت اللي نطلع على الإحصاءات بالشرق الأوسط وبلبنان بنلاقي إنه نسبة أو زيادة هالأنواع من الأمراض، أمراض القلب والشرايين، عم بتزيد بشكل كتير سريع بمنطقتنا وبلبنان بالأخص. مثلا بال 2010 تقريبا 30% من الوفيات عند الرجال لها علاقة من مشاكل القلب والشرايين. هلا أكيد في تقدم السن هو عامل ما فينا نتحكم فيه، لفات انه نكون رجال اللي يكون الشخص رجل هيدا كمان ما في يتحكم فيها، بس في عوامل خطر مثل الدخان، مثل الضغط، مثل زياده الوزن، مثل الدهون بالدم، مثل البدانه البدانه مش بس زياده الوزن، هولي عوامل نحن فينا نتحكم فيها، وفينا بالعكس اذا سيطرنا عليها ممكن انه نعمل يعني نخلي هالمشاكل القلب والشرايين اذا كانت موجوده توقف وما تزيد مع الوقت. هلا شو اهم شغله بالنظام الغذائي وقت اللي نحكي عن امراض القلب والشرايين؟ هلا حكينا عن الدخان، يمكن الدخان هيدي شغله اصعب من غيرها الواحد يوقفها، بس اكيد في طرق عديده نقدر نكافح الدخان والأرجيلة كمان. هيدي غير انه نحن معرضين بالتلوث البيئي اللي عنا اياه، كانه نحن عم ندخن بدون ما نكون مدخنين. ومبارح كان بالمؤتمر اللي عم بتنظمه الجامعه اليسوعيه للجورني دو لا ريشيرش، انحكى كثير عن اهميه الموضوع. التلوث واكيد على صحتنا منا امراض القلب والشرايين وخاصه عند الرجال. لكن اهم شيء ننتبه بما انه نحن معرضين لتلوث انه نامن لجسمنا مواد تكافح هالتلوث هيدا، ومواد كمان تكافح الاكسيداسيون اللي ممكن او الاكسده اللي ممكن انه تؤدي لارتفاع بكوليسترول منه منيح يعني LDL وتاثيره على جسمنا. وهون اهميه استهلاك كميه كافيه من الخضره والفواكه. هلا يمكن السؤال هو قديش، لانه دائما بنفكر انه اوكي بنحكي انه لازم ناخذ خضره وفواكه اضافيه، بس ما بنعرف الكميه اللي هي مفيده. بنظامنا الغذائي بلبنان نحن عندنا ميزين انه عندنا خضره وفواكه بغير بلدان ما عندهم اياها، خضره وفواكه طازه. يعني نحن عندنا اكيدني ليل كثير، البلدان اللي بيتناولوا اكيدني هلا بموسم الربيع عندنا جنيريك، عندنا تبوله، عندنا اكلنا اللبناني كثير غني بهالمواد المضاده للتاكسد، غني كثير كمان صح كل شيء مزبوط. دونك نحن لازم نستفيد من هالشغله اللي عندنا اياها ومن طقسنا ومناخنا. هلا قد ايه الكميه؟ انا بلاقي لازم بالاجمال نحن بنعرف انه خمسه بالنهار، بس خمسه شو؟ خمس حصص شو بالنهار؟ مهم انه ناخذ خمس الوان، بعتقد هيدي الطريقه الاسهل شيء اللي فينا نعملها.
وقت اللي ناخذ بندوره وناخذ يمكن خس، ناخذ فطر كمان متواجد بشكل مستمر عنا، ناخذ 5 ألوان بالنهار، يعني اذا اخذنا مانج كمان هيدا لون اضافي، اذا اكلنا شمندر، دونك اذا اخذنا 5 ألوان بالنهار نحن بنكون عم نأمن لجسمنا كل يوم، عم بحكي مش بس نهار الأحد. نهار الأحد مهم أنه نأمنهم كل يوم، هيك منكون أمننا لحالنا هالمواد الأنتي أكسيدانت اللي عم بحكي عنها، وساعدنا جسمنا أنه يكافح هالأكسيديشن ويمنع هالكوليسترول اللي بالجسم أنه يكون أكسيدي، لأنه هو هذا اللي بيأذي الشرايين. هلأ أكيد ما رح نرجع نحكي عن أهمية استهلاك السمك مرتين بالأسبوع، مش مقلي أكيد، كمان ننتبه ندخل مكسرات، وما ننسى انه الدهون المشبعه اللي موجوده بالمقالي اللي موجوده بالاجبان الدسمه قد ما فينا نحد منها، لانه هي بتعلي بالنهايه الكوليسترول بالدم. الاشخاص اللي عندهم ارتفاع بالتريغليسيريد هين كثير انه نسيطر عليه، مهم انه ننظم غذاء التغذيه تبعيتنا بطريقه انه ما نعلي منا، نخفف السكر، استهلاك السكر، لأنه هو من الأشياء اللي معودين نحن نخدها بدون ما ننتبه. كترة الفواكه، أنا ما عم بقول أنه ما ناكل فواكه، بس ننتبه ما نكتر فواكه كمان، يعني وقت اللي ناخد 6 حصص و7 حصص بالنهار هيدي صارت غير القصص اللي أكلناهم السكر، الحلويات 100%. وأكيد ننتبه على الكحول. هلأ نحن بنسمع دايماً أنه الكحول مفيدة للكوليسترول، مزبوط، مفيدة لمشاكل القلب والشرايين، بس استهلاك ما لازم يتعدى مثلاً. مزبوط، الاستهلاك ما لازم يتعدى الحصتين من الكحول بالنهار، هذا الماكسيموم بالنهار، لأنه كثرة الكحول كمان عندها سيئاتها، منها مثلاً عدة أنواع من السرطان اللي إلها علاقة باستهلاك زايد للكحول. ما رح ننسى أكيد مشاكل الكبد اللي إلها علاقة كمان باستهلاك زايد للكحول. دونك ما نتعدى الحصتين، وإذا نحن ما بنشرب مش ضروري نشرب كحول، لكن يعني لازم نأكل خضار، لازم ما نتح يعني خضرة وفواكه كل الوقت، صح. وكمان الأسماك والكحول بس يعني نحاول قد ما فينا نخفف حصتين من الكحول، فينا نقول حصة لا إنه هو أفضل أفضل إنه قد ما فينا نخفف كحول بيكون أحسن، لأنه مش هن الكحول اللي راح يحسنوا لنا مشاكل القلب والشرايين، ممكن إنه يعرضونا لغير مشاكل تانية. نرجع عم يضحكوني عم يشربوا كل يوم، شو لازم يعملوا؟ قد إيه حسب قد إيه كل يوم؟ حسب قد إيه كل يوم؟ إذا ما بنتعدى الحصتين بنضلنا حصتين بس، يعني كيس نبيد، يعني اصبع ويسكي مش اكثر من هيك. اصبع. ثانك يو ناتاليا على المعلومات، بنشوفك بكره ان الله راد، مشاهدينا وقفه ومنتابع لايف.